الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. نحن مع عراق مستقر وآمن وموحد، وهذا ليس طموحنا، فنحن على الصعيد الاستراتيجي مع عراق مزدهر ومتقدم ينعم بالرخاء والرفاهية. الغانم يؤكد من مؤتمر بغداد: الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد. العربيد يتوقع استجواب العزم لبوشهري ويتوعد بتأييد طرح الثقة. الروضان يتعهد بتذليل معوقات مبنى ركاب المطار لإنجازه في موعده. الداخلية تنعى العريف محمد العنزي إثر حادث بمعسكر القوات الخاصة. البترول الوطنية تعلن السيطرة على حريق محدود بمصفات ميناء الأحمدي. نستهل نشرتنا من العاصمة العراقية بغداد، والتي شهدت انعقاد مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي بحضور رؤساء وممثلي برلمانات العراق والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته أن للمؤتمر رمزية خاصة، مشددا على أن الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد. وقال الغانم أن المؤتمر يعطي بارقة أمل لشعوب المنطقة ولشعب العراق بشكل خاص بأن الدخول في عصر السلام والاستقرار ممكن، وأن أجواء التصارع الإقليمي والاقتتال والمناكفة ليست قدرا حتميا كما يريد البعض أن يشيع كقناعة راسخة وثابتة. وأضاف أن العراق جارنا، وليس من مصلحة أحد أن يكون جاره غارقا في دوامة من المعاناة. وقال أيضا إنه ومن هذا المنطلق والقناعة والإيمان جاء توجيه سمو أمير البلاد باستضافة مؤتمر دعم وإعادة إعمار العراق أخيرا. اجتماعنا أيها السادة بغض النظر عن تفاصيله يعطي بارقة أمل لشعوب المنطقة ولشعب العراق بشكل خاص بأن الدخول في عصر السلام والاستقرار ممكن، وأن أجواء التصارع الإقليمي والاقتتال والمناكفة ليست قدراً حتمياً كما يريد البعض أن يشيع كقناعة راسخة وثابتة. نحن من جهتنا في الكويت نقول ودون مواربة وبشكل واضح: نحن مع عراق مستقر وآمن وموحد، وهذا ليس طموحنا، فنحن على الصعيد الاستراتيجي مع عراق مزدهر ومتقدم ينعم بالرخاء والرفاهية. العراق جارنا، وليس من مصلحة أحد أن يكون جاره غارقا في دوامة من المعاناة. ومن يراهن على ضعف جاره كشرط لاستقراره وأمنه هو في الحقيقة يضحي بمستقبله. من هذا المنطلق والقناعة والإيمان جاء توجيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستضافة مؤتمر دعم وإعادة إعمار العراق مؤخرا. فسمو الأمير يراهن على المستقبل، ومستقبل دول المنطقة قائم على التعاون والتكامل مع الجيران، مع القريب لا البعيد، مع المشترك الثقافي والبشري لا الآخر الغريب والمغاير، مع الذي نقتسم معه سحنة التضاريس وتداخل التاريخ ومزاج المناخ.
الأخوة الحضور، العراق واستقراره إحدى البوابات لاستقرار المنطقة. فقط ألقوا نظرة سريعة على خارطة العراق لتعرفوا ما أقول. العراق المطل على أقليم الشام الكبير غرباً، وعلى الخليج والجزيرة العربية جنوباً، وعلى الأناضول شمالاً، وعلى الفضاء الفارسي شرقاً، هو في قلب الجيوبوليتكس الشرق أوسطي. ومن دون عراق مستقر وآمن سيكون الحديث عن استقرار الشرق الأوسط محض خرافة. لذلك نحن ننظر إلى استقرار العراق كضرورة استراتيجية، والعراق الذي ننظر إليه للدخول في حقبة التنمية المنشودة هو عراق متوازن، عراق عربي منفتح على جيرانه العرب، عراق متصالح ومتعاون مع جيرانه في الإقليم، عراق منفتح على العالم فعلاً وتفاعلاً. هذه عناويننا العريضة في الكويت فيما يتعلق بالعراق، ووفق هذه العناوين نعمل، وطبقاً لها نتحرك، وعلى أثرها نمد يدنا للعراق معاونين ومساعدين وداعمين. وفيما أعلن المؤتمر دعم البرلمانات لاستقرار العراق وبناء تفاهمات مشتركة بين دول المنطقة، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح رؤساء برلمانات دول جوار العراق، ومن بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث تناول اللقاء أبرز الموضوعات التي تم بحثها في المؤتمر. فيما أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره للمشاركة فاعلة لرؤساء برلمانات دول الجوار العراقي وحرصهم على استقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. كذلك اجتمع الغانم في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث جرى استعراض العلاقات القائمة بين الكويت والعراق وسبل تحقيق أعلى مستويات التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين بشكل يصب في مصلحتهما. وصفت رئيس المجلس الفيدرالي المجلس الأعلى في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى موسكو يوم غد الأحد بأنها حدث هام. وقالت ماتفيينكو إن زيارة الغانم تشكل بلا شك حدثا هاما لكلا الجانبين، مشيرة إلى أن روسيا والكويت بينهما علاقات شراكة قديمة مثمرة تستند إلى مبادئ التكافؤ واحترام مصالح الطرف الآخر والتعاون والمنفعة المتبادلة. كما لفتت إلى وجود صلات اقتصادية وتجارية وطيدة بين روسيا والكويت، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. في الشأن المحلي، ثمن النائب رياض العدساني سرعة تواصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وتعاونه، موجها حديثه للشيخ ناصر الصباح: دع أعمالك تدافع عنك، ولكن بث الشائعات عبر حسابات وهمية سيعجل استجوابك. وقال العدساني: أكد لي الشيخ ناصر حرصه على القضايا العامة، كما أكدت له أنني أدعم إحالة كل ملف تحوم حوله الشبهات إلى النيابة بما فيه حادثة المنطاد، وأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وفي سياق آخر، أكد النائب رياض العدساني أن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يحتوي على تجاوزات صارخة بالحيازات الزراعية والإعلام. في تصريح لجريدة الراي، توقع النائب فراج العربيد أن يقدم النائب حمدان العزمي استجوابا قريبا لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، مؤكدا أنه سيكون أول الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزيرة. وخاطب العربيد وزيرة الأشغال قائلا:
يبدو أنك لا تفرقين بين جلسات شاي الضحى والتصريحات التي تدلين بها بحكم منصبك الوزاري. كما أضاف أن المواطن يفهم ما يصدر من الوزراء وما يقوله النواب، فلا يجوز أن تكذبين نائبا له قاعدة انتخابية عريضة وعرف بمصداقيته. وقال أيضا: انتبهي، فقد سجلت الكثير من التناقضات بمواقفك وأدائك، ومع ذلك أسندت الحكومة لك حقيبة ثانية. عليك بأداء عملك الفني والبعد عن التشكيك بمواقف النواب الشرفاء، فمن بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر، وهذا تحذير أولي. والكلام للنائب فراج العربيد. من جهة ثانية، قالت وزيرة الإشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري إن نسبة الإنجاز الفعلية لمشروع شرق تيماء السكني تبلغ 27%، في حين تقدر نسبة الإنجاز التعاقدية بأكثر من 11%. وأكدت بوشهري على هامش زيارة ميدانية قامت بها اليوم إلى الموقع على ضرورة التزام المقاول بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقد، وتسليم المشروع في الموعد المحدد في ديسمبر من العام المقبل. حكوميا أيضا، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب الجديد وتذليل جميع الصعوبات أمامه، بما يسهل إنجاز المشروع في الوقت المحدد. وأعرب الروضان خلال قيامه بجولة تفقدية للمشروع للإطلاع على آخر المستجدات وسير العمل عن فخره بوجود الكوادر الوطنية في المشروع، سواء من العاملين بالجهات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص. وخلال الجولة استمع الروضان إلى شرح من مستشار المشروع عن مراحله وطرق التنفيذ وأهم نقاطه الفاصلة والفريدة، إذ يتألف مبنى المطار الجديد من 3 مراحل تشمل مبنى الركاب الجديد T2 ومبنى مواقف السيارات والطرق الداخلية والخدمات، علاوة على مواقف وممرات الطائرات. في سياق مختلف، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً ألزمت بموجبه المراكز الخارجية التابعة لإدارتي التراخيص التجارية وشركات الأشخاص بتقديم خدماتها لجميع المراجعين طالب الخدمة في كل المعاملات. وقالت الوزارة إن القرار أكد على تقديم المراكز الخدمة لجميع المعاملات، سواء كانت متعلقة بالمؤسسات الفردية أو الشركات أو الميزانيات، لافتة إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات المراجعين وإنجاز معاملاتهم بسرعة وتوفير الوقت. يذكر أن بعض المراكز كانت تنجز نوعا معينا من المعاملات فقط، في حين جاء القرار ليسند لها إنجاز جميع المعاملات. وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم لتأسيس منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في مجال الضرائب، وذلك ضمن عضوية 80 دولة مشاركة في المنتدى الأول المنعقد في مدينة ووتشن في الصين. وقالت الوزارة أن المنتدى يهدف إلى تكوين آلية التعاون الضريبي في العالم لتسهيل وحل النزاعات وتعزيز بناء القدرات وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الضرائب بين الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن انضمام الدول المشاركة في هذا المنتدى يأتي بهدف رسم السياسات الضريبية التي تساعد على خلق بيئة استثمارية تشجع على مزاولة التجارة وتخلو من العوائق.
بدورها أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية طرح مزايدة عامة بشأن مشروع إدارة عقار سوق الزل وساحة الصرافين والساحة الجنوبية لمدة 10 سنوات وفق الشروط المرجعية ووثائق المزايدة. وقالت الهيئة إن آخر موعد لتقديم العطاءات في مقر هيئة المشروعات سيكون في 21 من شهر يوليو المقبل. وذكرت أن إجمالي المساحات للمشاريع الثلاثة طبقاً للمخططات يبلغ 10500 متر مربع، مبينة أن إجمالي المساحات المعتمدة حالياً لدى بلدية الكويت ووزارة المالية لتلك الأسواق يبلغ 12600 متر مربع. عقدت جمعية المهندسين الكويتية مؤتمراً صحفياً كشفت من خلاله عن آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي الأول في تحديات البنية التحتية المستدامة. ويسعى المؤتمر إلى نشر الوعي الخاص بالتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه إدارة أصول البنية التحتية للنقل وتحديد الحلول المتطورة التي يمكن أن تساعد في تحقيق استدامة أداء البنية التحتية ووضع خارطة الطريق التي تدعم تطوير نظم الاستدامة. في البداية صراحة يعني مؤتمرنا يخدم رؤية صاحب السمو أمير البلاد اللي هي احنا نسميها كويت جديدة 2035، وهذه تخدم الكويت وتخدم البنية التحتية والمرافق. احنا عدة مشاريع يعني مو في مجالنا ذكرها، عدة مشاريع راح نركز عليها وراح تكون مشاريع واقعية من وزارات الدولة، راح تكون شبه أغلب وزارات الدولة ممثلة في المؤتمر ومتواجدة بمشاريع كجزء منها، مثلا مشروع جزيرة بوبيان، مشروع الشقاية وغيرها من عدة مشاريع سوف تطرح في المؤتمر. احنا لما تشرفنا برعاية صاحب السمو هذا زادنا حماس، وهنقول زادنا قوة، وزادنا يعني أن المؤتمر مو مؤتمر اعتيادي للأمانة. فرعاية صاحب السمو لما تمت الموافقة عليها من أمير البلاد هذه عطتنا زخم قوي، وكل اللجان العاملة صارت المؤتمر مو مؤتمر اعتيادي للأمانة. المؤتمر مؤتمر أهميته في عنوانه وأهميته في رعايته وأهميته كذلك من المنظمين له اللي هم من قسم الهندسة المدنية وجمعية المهندسين. بتكلم الحين شوي على برنامج المؤتمر. احنا حضرنا البرنامج انه يفيد الكل، كمهندس، كصاحب قرار، كطالب هندسة، كطالب دراسات عليا، كموظفين بالوزارات، كالجمهور اللي بيعرف عن البنية التحتية. فاحنا صارنا سنتين نشتغل عليه، الحمد لله عندنا البرنامج يشمل على محاضرات من متخصصين، من دكاترة مختصين في مجال بحث البنية التحتية، وصناع قرار بالكويت من مدراء مشاريع عملاقة بنية تحتية بالكويت. وبعدين عندنا وصلنا حوالي الحين لحد الآن العدد 24 بحث أوراق علمية مقدمة محكمة من اللجنة العلمية، وراح تعرض في حلقات نقاشية، وهذه راح تطلع فيها إن شاء الله مثل البروسيدينجز بنهاية المؤتمر. نعت وزارة الداخلية شهيد الواجب عريف محمد عبد الله العنزي، والذي توفى بمعسكر القوات الخاصة إثر سقوط حديدة إحدى البوابات عليه. وقال مصدر أمني لجريدة الراي إن الفقيد والذي كان يزاول عمله في الأمن والحراسات نقل إلى المستشفى بعد سقوط الحديدة على رأسه والتي أدت إلى وفاته. شركة البترول الوطنية الكويتية تمكنت من السيطرة على حريق محدود اندلع ظهر اليوم في وحدة لمعالجة النفط بمصفات ميناء الأحمدي. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة باسم العيسى إن فريق الإطفاء التابع للشركة نجح في السيطرة على الحريق الذي صنف من الدرجة رقم 1 محدودة الخطورة
بسرعة قصوى ودون وقوع أي خسائر. كما أكد العيسى أن عمليات الإنتاج في المصفاة لم تتأثر نتيجة الحادث العرضي، لافتا إلى أنه يجري العمل على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي والتحقق من الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق. خلال انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأطفال الثاني في الكويت، تحدث القائمون على المؤتمر عن أهمية تسليط الضوء على الأمراض المزمنة الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع تلك الأمراض والاطلاع على أحدث وسائل العلاج وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات الطبية. أهداف المؤتمر هو يهتم في الجانب المرضى والأطباء. بالنسبة حق المرضى، ركزنا اليوم على الأمراض المزمنة وشنو العلاج المتكامل لهم، مو بس من طريق عن طريق الأدوية، بس عن طريق الناحية الصحية، عن طريق الناحية التغذية. فيعني مثل ما تقول الطب المتكامل يسمونه انتجريتيف ميديسن للأمراض المزمنة. والجانب الآخر هو للأطباء، عملنا محاضرات وورش عمل لتعليم الدكاترة هل سيف تعامل تنظم العمل في الشغل، شلون تقلل من الأعمال النفسية، المشاكل النفسية، وشلون تعيش حياة صحية سعيدة في العمل. تعقد الكويت والبحرين أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في المنامة يوم الثلاثاء المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات والعمل المشترك في شتى القطاعات. ومن المقرر أن تشهد أعمال الدورة العاشرة للجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وفي هذا الإطار، أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح أهمية انعقاد أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، موضحا أن عقد اللجنة سيتيح آفاقا جديدة للتعاون الأخوي، حيث أكد أنها ستضيف لبنة قيمة في صرح العلاقات المتميزة بين البلدين. في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، توافد الناخبون المصريون على مقر سفارة بلادهم في الكويت منذ الصباح الباكر، وذلك للإدلاء بأصواتهم، فيما أشار السفير المصري طارق القوني إلى أن هناك انسيابية في عملية التصويت في الاستفتاء بمقر السفارة، معربا عن تفاؤله بزيادة نسبة المشاركة من قبل الناخبين المصريين، كما شدد على أهمية المشاركة من قبل جميع أبناء الجالية المصرية لدى الكويت في الاستفتاء. الحمد لله، زي ما أنتم شايفين في إقبال كبير من جانب أبناء الجالية مماثل للإقبال بالأمس. احنا متفائلين ان اليوم ان شاء الله هيبقى فيه عدد اكبر من الناخبين المصريين حريصين على الإدلاء بأصواتهم، وفي مؤشرات بهذا على مدار اليوم، وان شاء الله هنتابع بكرة العملية التصويتية. وانا بشكر ابناء الجالية على حرصهم على المشاركة في عملية الاقتراع وانشغالهم بقضايا الوطن، وده مش غريب على أبناء الجالية اللي دائما ما بتقف إلى جانب السفارة في كل المناسبات الوطنية، وبتبقى حريصة على أنها يبقى ليها دور فاعل في هذا المجال. وبالطبع هم كان لهم دور كبير في الترتيبات والتنظيم والترتيبات اللي هي كان هدفها الرئيسي تسهيل مشاركة الناخبين المصريين في الاستفتاء، ونتائج ده بانت امبارح والنهارده. جائزتان مرموقتان من نصيب بوديل الطيران، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير.
مجددا أهلا بكم. نالت مجموعة بودي للطيران جائزتين مرموقتين من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الألمانية، وذلك لتصدرها في بيع تذاكر الناقلتين في الكويت. وتسلم مدير عام مجموعة بودي للطيران روبير حايك الجائزتين خلال الاحتفالين السنويين اللذين أقامتهما التركية ولوفت هانزا كل على حدة، لتكريم وكلاء السفر المحليين على دعمهم ومساهمتهم في نجاح الناقلتين. وأعرب حايك عن سعادته بهذا التتويج قائلا إن الجائزتين دليل نجاح استراتيجية بودي للطيران وسعيها الدائم للصدارة من خلال الخدمات التي تلبي رغبة وطموحات المسافرين على مختلف فئاتهم وانعكاس الجهود المبذولة من جميع موظفي الشركة لجعلها في مصاف وكالات السفر في الكويت. صلاح يغيب عن قائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. مجددا أهلا بكم بالأخبار الرياضية. أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ وبرناردو سيلفا ضمن قائمة مختصرة ضمت 6 لاعبين للتنافس على جائزة لاعب العام، بينما غاب المصري محمد صلاح أفضل لاعب العام الماضي عن الترشيحات. وضمت القائمة المدافع فيرجيل فان ديك والمهاجم جيم ساديو ماني من ليفربول، وأكمل هازارد قائمة المرشحين لجائزة موسم 2018-2019، وسيتم إعلان الفائز بناء على تصويت أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في حفل سنوي لتوزيع الجوائز في 28 من شهر أبريل الجاري. ضرب مانشستر سيتي عصفورين بحجر واحد حيث ثأر الفريق لخروجه الأوروبي وأفسد احتفالات توتنهام بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه بهدف وحيد في افتتاح مباريات المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وانتزع مانشستر سيتي صدارة جدول المسابقة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يستطيع استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه كارديف سيتي يوم غد الأحد. وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الشاب فيلفودين في بداية الشوط الأول من اللقاء. وإلى الدوري الإيطالي لكرة القدم حيث أفلت فريق بارما بنقطة من كمين ضيفه ميلان بعدما تعادل معه بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المرحلة 33 من المسابقة، ورفع ميلان رصيده في المركز الرابع بجدول المسابقة إلى 66 نقطة بفارق 4 نقاط خلف إنتر ميلان، فيما ارتفع رصيد فريق بارما إلى 36 نقطة في المركز 13. وسجل هدف التقدم لميلان الإسباني صامويل كاستيخو قبل أن يحرز المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس هدف التعادل لبارما. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.